وبركاته. ممكن اكلم دكتوره مليكه لو دكتور سمحتي؟ مليكه معاكي اتفضلي. انا يا دكتور مليكه اهلا بيكي. لو سمحت عندي 3 احلام صغيرين كده هنقولهم بسرعه. انا عندي ابني متجوز، حلم ان انا وهو واخته ماشيين، وبعدين انا وهو انا واخته اختفت في الحته دي، انا وهو ركبنا ميكروباص بس انا كنت لابسه اسود وقاعده ابص عليه وزعلانه، وهو في نفس الوقت باصص عليا ومش عارف يتكلم، زعلان ومش عارف يتكلم. تمام. وبعدين نزلنا من العربيه دي، فهو دخل مكان هو عارف ان ده جامع، يعني عامل زي جامع وعارف ان هو داخل جامع. طبعا انا ما كنتش معاه، طبعا ما دخلتش معاه. فهو داخل بص على رجليه لقى في رجليه شبشب. فهو استغرب وكمل دخل بالشبشب في قلب المسجد، ده المكان اللي هو عارفه ان هو جامع. فطبعا في ناس اللي واقفه واللي قاعده بيبصوا عليه مستغربين ازاي ان هو دخل بالشبشب كمل ودخل بيه. فدخل شويه كده وطلع تاني منه من المسجد ده. طبعا ما كنتش مستنياه، بس لما طلع لقاني برضه يعني في ابيه برضه بره. فوقف عربيه ميكروباص برضه شاور لها العربيه معديه، فقال له استنى لان احنا لسه هنركب معاك تاني. هنركبه تاني معاك على اساس اركب انا وهو معاه. فالسواق بيضرب فرامل في الميكروباص دي، اتملت كلها فلوس فضه. اتملت كلها فلوس فضه. فطلعت ركبت انا وهو فلوس فضه؟ فلوس فضه. فلوس فضه اه. الارضيه بتاعت العربيه كلها اتملت فلوس فضه. طبعا طلعت ركبت انا وهو، ده اول حلم. الحلم الثاني طب الاتوبيس كان فيه ناس ولا لا؟ لا عربيه ميكروباص ما فيش غير انا وهو. والاتوبيس الثاني، الاتوبيس اللي كان فيه الفلوس الفضه، هو هي برضه عربيه ميكروباص ما فيش غير انا وهو برضه. انا وهو في العربيه دي. طبعا اخته طبعا حلمت برضه بالشخص ده برضه، ان في واحد جاي، هي عارفه ان هو ده صاحب اخوها جاي لنا احنا البيت. فبيقول انا قابلته واقف تحت على ابني ده برضه. فبيقول له هو انت مش طالع يعني مش رايح لهم؟ قال له لا انا مش هدخل البيت ده طول ما هو موقوف حاله. فطبعا فطلع صاحبه معاه ترنجين، ترنج جديد خالص، وترنج تاني بيقول ده ما اتلبسش غير مره واحده، خده يعني الترنجات دي. بيقول لاخته اديله الترنجات دي. فاخته وهي واقفه اتفاجئت ان هو واقف قدام اوضه النوم بتاعتي انا، بس واقف مش مرتاح، مش عايز يقف، عايز يعني ينزل. ففي الحلم الله اعلم كانت مراته، هي يعني في البدايه كانت فاكره ان هي مراته، او صاحبه ده بيقول ده معمول له سحر اسود. فصحت هي على كده وحد بيقول لها كده. الحلم الثالث ان بنتي دي برضه. طب استني معلش ثواني الدكتور عايزه تسالي، قولي لي يا ام محمود ابنك ما معهوش ولاد؟ معاه بنت وولد. معاه بنت وولد؟ اصغر حاجه قد ايه؟ ايوه سنه. طب كملي. سنه وبنتي دي برضه حلمت ان في واحده طبعا اكنها معزومه عندنا، واحده ست معزومه عندنا. وهي طالعه على السلم جارتنا اللي جنبيها بصت عليها قوي، فزعلت في نفسها ازاي اشمعنى ديت، ليه ما يكونش انا اللي انا اكون معزومه يعني مكان الست دي. فدخلت الست دي قعدت معايا، فجارتنا ديت جابت صينيه عليها حلويات زي جلاش وكنافه وحاجه من دي، واديتها البت دخلتها المطبخ. فبت وهي بتحطها في المطبخ اخذت حته فلتها. فبعدين داخله لي الاوضه بتحكي لي، بتقول لي ده جارتنا جابت صينيه عليها كذا وكذا. فانا ببص لها قوي في الحلم، عايزه اقول لها ان الحاجه اللي جت دي معمول فيها شيء زي عمل زي شيء. فهي استدعت في الحلم قالت لي ازاي يا امي ده انا خدت منها حته وزعلت. فالست دي واقفه ورا الباب اللي هي جارتنا دي رابطه ورا باب الشقه في قلب الصاله عندنا، رابطه دماغها بقشربين، رابطتين كده يعني، قشرب رابطه والثاني برضه تحتيه، وعماله تبص في الصاله قوي مستنيه كان ايه شيء هيحصل، شيء وحش هيحصل. وانا بوصل الست واقفه قدام باب الشقه بسلم على الست اللي كانت موجوده عندنا دي بس. والست دي ما ظهرتش تاني بعد كده، اللي هي كانت معزومه عندنا، لكن جارتنا دي واقفه زي منتظره شيء هيحصل،
متربصه لشيء الله اعلم. انتم عاملين ايه معاها يعني؟ انتوا عندكم قلق اصلا في الواقع مع الست دي؟ مع الست دي يعني هي داخلها ايوه ممكن يعني احنا ما لناش يعني ايه مختصرين معاها، لكن هي كتبت الكلام او خلاص ماشي مش لاني عندي بنتي الثانيه الاصغر من دي، فدايما تحلم ان الحيطه اللي بيننا وبينها اللي قدام ده بالشقه فيها شبك حديد زي اللي هو مثلا بيجي اللهم اعطينا بتاع السجن، والشبك الحديد ده وايه كهرباء، فهي كل ما تيجي تنق اذا شايفه كيس سودا كتيره زي زباله، كل ما تيجي عايزه تطلع الكيس والزباله دي تبقى خايفه انها تتكهرب. انا عايزه اعرف ليكي بنت موقوف حالها؟ ايوه ليا بنتي موقوف حالها فعلا. طيب اللي هي حلمت باخوها دي ايوه فعلا. هو الموضوع ملوش علاقه باخوها، المنام كله كده ملوش علاقه بابنك اللي دخل المسجد بالشبشب، تمام خالص. هو ليه علاقه يعني باخت له ابني ده اللي حلم الحلم ده، العلاقه كله بالبنت دي بنتك. في بنت، في اخت من اخواته فعلا موقوف حالها. مظبوط. طيب يا دكتوره مليكه، طب عشان خاطر ربنا بقى وجهيني للصح. ايه؟ عشان خاطر ربنا عايزه توجهيها للصح. طب اسمعي طب اسمعي طيب هي بنتك عندي على الجروب بتاع الفيسبوك ولا لا؟ نعم بنتك عندي على جروبي على الفيسبوك ولا لا؟ لا 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 ما عنديش ولا بنتي تعرف الحاجه دي ولا داخله ولا لهم صفحات ولا الكلام ده. في عشان كنت كاتبه رؤيه معينه كده، رؤيه شرعيه، والناس عملتها ما شاء الله جابت نتيجه هايله هايله هايله، فكنت عايزاها تقولها. هي كنت واخده بعض ايه؟ الرقيه الشرعيه خلاص. بصي هو من القران، قران كريم، بتيجي بمثلا جزء من سوره البقره، قران هاتيها من على النت، هاتي الرقيه الشرعيه من على النت، اي رقيه شرعيه هاتيها وخلي بنتك تقراها. اي بصي حتى لو سوره البقره، لو سوره البقره احنا دايما بنوصي بيها، لو كل يوم هتقرا سوره البقره ربنا هيعافيها من الموجود في الرقيه من اي ضرر. طبعا ده الصلاه ده اساسي، لازم الصلاه اساسي. عايزاها تعمل الرقيه الشرعيه او سوره البقره، تمام، تقولها دايما سورة البقرة لو قالتها كل يوم. جميلة مع جميلة. الصلاة مع كمان التمر، التمر يا جماعة على الريق، التمر السبع. ايوه اختها اللي اصغر منها اللي بتطلع في الكيس السودا دي، الحلم ده يخصها برضه؟ طبعا. هو بصي هو بصراحة البيت بتاعكم فيه حاجة مش تمام، تمام، ففي ضرر وقع على البنات، فانا عايزه السبع تمرات على الريق للبنات، عايزه كمان يتعمل ورد من القران الكريم، اي حاجه. طب ثواني، هي دلوقتي هتلاقيها تسمعنا، ممكن حضرتك تعيدي اللي قلتيه؟ هعيد لك الكلام تاني. هتقرا سوره البقره تلتزم بيها، البنات ولادك عايزاها كمان صلاة. سبع تمرات، سبع تمرات دول اساسي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيهم، تاخدهم على الريق. الصلاه طبعا ما فيهاش كلام ولا فيها جدال، لازم ما يجيش انا بقرا قران واقول لا انا مش قادره اصلي، ده وسواس من الشيطان. حتى اللي يقول لك انا مسحور ومش قادره اصلي، ما فيش كده خالص، ده وهم، ده كله وهم. طبعا كان في قدوتنا الحسنه رسول الله كان عليه الصلاه والسلام كانت سحر، معنى كده ان ما كانش بيصلي وما كانش بيعبد ربنا؟ طبعا لا. اشمعنى احنا بناخد دي ونسيب دي؟ نقول لك لا ده الرسول اتسحر، طب ما هو كان برضه بيعبد ربنا. اصل في ناس بتيجي تقول لك لا اصل ما بقدرش اقرا قران عشان السحر، ما بقدرش، مش عارف ايه، ده كله عامل نفسي خطير جدا جدا جدا، في شيوخ ابتدعوه فالناس بدات تمشي وراه. فانا عايزاكي عليكي بسوره البقره، عليها بسبع تمرات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا، وان شاء الله ربنا هيعافيها من اللي هي فيه ان شاء الله. معايا امل. امل الو.